يقول: ما توجيهكم لأولئك العاقين لآبائهم؟ فإني رأيت اليوم في هذا المسجد رجلا كبيرا ينهر أباه الكبير في السن وكأنه صبي صغير. لا يجوز هذا. الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للابن أو للولد أن يعق والديه، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب الموبقة والعياذ بالله، كبيرة عظيمة من الموبقات. والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر حالك يوم أنت طفل، ما تملك لنفسك شيء ولا تدفع لنفسك عن نفسك ضرر ولا تقدر على جلب الخير، وقد قام بتربيتك وصبر على أذاك وتعب في تربيتك. تذكر هذا وقابله بالإحسان إليهما والشكر لمعروفهما، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هما ربيانك وأنت صغير لا تقدر على شيء، فإذا كبر أحدهما وصار ضعيفا فتذكر حالك يوم أنت ضعيف، تذكر موقفهم منك يوم أنت ضعيف، فأحسن إليهما لما ضعفوا هم.